فيحرم صيد المدينة وقطع شجرها وحشيشها، فلو قتل الصيد فيها أو قطع الشجر هل فيه جزاء؟ قال أكثر العلماء لا جزاء فيه لعدم الورود. قال بعض العلماء بل فيه الجزاء، وهو أن من صاد أو قطع شجرا أنه يسلب، والسلب أخذ ما عليه من الثياب، ولكن قال بعض العلماء يدع سراويله لستر عورته، وقالوا أيضا لا تؤخذ دابته لأنه إنما جاز سلبها في القتال لأنه يستعين بها. ويدل لهذا ما جاء عند مسلم أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى غلاما يقطع شجرة فأخذ ما عليه، فجاء أهله فقال لا أرده عليكم وقد نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أصحاب القول الأول إن قوله نفلني يدل على الخصوصية، والصواب أنه لا يدل على التخصيص لعدم الدليل في هذا، بل جاء عن سعد في رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم في سلب من قطع شجر المدينة، هذا هو الأقرب.